طيب دحين ننتقل إلى أخبار سيدتي، ومعنا في الخبر الأول: اعتمدت الهيئة العامة للمحكمة العليا الأدلة الرقمية حجة معتبرة في الإثبات بشرط سلامتها من العوارض، وأن قوتها وضعفها يكون بحسب الواقعة وملابساتها وما يأتي معها من قرائن. طبعا هذا الخبر أعلنته المحكمة العليا في الجرائد، أتوقع اليوم إذا ما خاب ظني، لأني أنا اليوم قريته كمان. فعشان ناخذ تفاصيل أكثر لهذا الموضوع، أرحب عبر الهاتف معي الأستاذ ماجد قاروب. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماجد. بداية، هو الخبر: اعتمدت الهيئة العليا اعتمدت المحكمة العليا الأدلة الرقمية كأدلة، فلو تشرح لي أكثر إيش هي أو ما المقصود بالأدلة الرقمية عشان نوضح أيضا للمشاهدين. الأدلة الرقمية هي العالم الافتراضي، عالم الديجيتال، صح، الإلكترونيات، الإيميل، الرسائل بالجوال، نعم، البريد الإلكتروني، هذه هي الأدلة الرقمية. وبالتالي في السابق لما يكون بيقول أنه جاتني رسالة عبر الهاتف أو عبر الإيميل، لم تكن تؤخذ كدليل نهائي له أو عليه. ليش ما كانت تؤخذ أستاذ ماجد بعين الاعتبار الأدلة الرقمية من قبل؟ هي مسألة تطورات تشريعية في العالم كله، وبالتالي عشان أعتمدها لابد من إجراءات إلكترونية للتوثيق من هذه الرسائل، لأنه مثلا زي ما في تكملة الخبر لازم أتأكد أنه هذا الإيميل طالع منك وطالع من جهازك وطالع بمعرفتك، وأنه هذا التوقيع الإلكتروني هو التوقيع الخاص بك وتوقيع معتمد حتى لا يساء الاستخدام. هو زي ما في تزوير وغش وخداع في الحياة العامة، أيضا في تزوير وغش وخداع في الحياة الرقمية، صحيح. فممكن أحد يستولي على حسابك، يستولي على رقمك، يأخذ بياناتك من مثلا من بنك، من مكان دخل عملوا عليه عملية اختراق وأخذوا البيانات وبالتالي يستخدموها على أنها طالعة منك. فهذه الأمور كان لابد من تهيئة بنية تأسيسية من الناحية القانونية، من الناحية التقنية، حتى يمكن التعويل عليها. وإلا أنا ممكن أرتكب جريمة إلكترونية باسمك، صح، تمام، أخذ بياناتك ومعلوماتك وأعمل تواصل وأرسل وأطلع، ولعلها فرصة تحذر من خصوصية المعلومات والبيانات، ما تنعطي لأي موظف في بنك، ما تنعطى لأي موظف آخر تتعاملوا معاه في أي جهة حكومية. المعلومة الرقمية الخاصة فيك هي في الحقيقة زي جواز السفر، زي بطاقة الأحوال، زي أي حاجة ثانية، بل هي أكثر خطورة، لأنه أنت بتكتب زرار، مجرد ما تأخذ باسورد لأي شخص ممكن تغيري حتى حياته كلها من أولها لآخرها، وتجرديه من كل ما يملكه ومن تاريخه ومن سي حقته ومن أمواله في الحسابات وكل حاجة، وتخليه في الشارع بلا هوية. صحيح. في شرط وضعته المحكمة العليا أنه شرط سلامتها من العوارض، إيش يقصد بالعوارض؟ هذه هي، أنا طبقت احتمال سؤالك فعشان كده شرحتها. العوارض اللي هي المسألة أنه مثلا يكون الحساب مخترق، الحساب مسروق، الباسورد مو معايا، الأمور هذه كلها. صحيح أستاذ. ولذلك يجب أن نستمع إلى تحذيرات البنوك وتحذيرات الجهات الأمنية أنه الأرقام لا تفشى أرقامك السرية أبدا، ما حد يدري عنها. صحيح.